ويمكن في كشف من الاكتشافات الحديثة لمجموعة من العلماء، كشفوا عن الصور دي تم التقاطها للمرة الأولى لثقب أسود عملاق رصدوا تمركزه تحديدا في منتصف يعني مجرتنا المعروفة باسم مجرة درب التبانة. إيه الحكاية بالضبط؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال التقرير التالي. صورة فوتوغرافية تعتبر إنجازاً علمياً غير مسبوق، لأنها تتوج جهداً استمر لسنوات لالتقاط أول صورة لتلك الكتلة السوداء الغامضة في الفضاء التي تبعد مليارات الكيلومترات عن الأرض، ويعتقد العلماء أنها تبتلع جزيئات النور، ويقولون إنها مركز مجرتنا. الصورة نتاج جهود تعاون بين أكثر من 300 عالم، وتعتبر البرهان المرئي الأول عن وجود ثقب أسود هائل، طالما شغل علماء الفضاء وشكل مركز اهتمامهم وتجاربهم لأكثر من نصف قرن. وقد تم تخصيص 8 مراصد فلكية منتشرة في أماكن مختلفة من العالم عملت بالتوازي على رصد الثقب الأسود الشهير. وفي إبريل عام 2017 تمكن علماء من تسجيل نور منبعث من إلكترونات متوهجة، وهي كتلة يعادل حجمها 4 ملايين ضعف حجم الشمس، ويشتبه في أنها ثقب أسود. وعلى مدار 5 أعوام دأب الباحثون على محاولة تطوير صورة واضحة للهالة المحيطة بهذا الثقب، وهي مهمة لم تكن بالسهلة، بل إن هذه الهالة تدور بسرعة فائقة. ثم قارن العلماء صورة الثقب الأسود هذا الذي يعد مركز مجرة درب التبانة مع صورة ثقب أسود لمجرة أخرى يطلق عليها المجرة M87، وتم أخذها عام 2019 في محاولة لفهم كيفية عمل الثقوب السوداء وعلاقتها بمحيطها الفلكي. ورغم كل مجهودات العلماء يظل هذا الثقب لغزاً محيراً، لكن الحقيقة الثابتة أن كوكبنا أو مجرتنا تظل مجرد نقطة في بحر الكون الواسع بلا نهاية.